بيروت ببرقية عاجلة يا سيدي، وقالت باختصار وإصرار: اكتب اكتب لسيد الشهداء كل العواصم العربية في ذكراك تبكي وتشتكي، أصل البكاء معذور لدول تشتاق للرؤساء، خاطبني حزن غزة وصمود المقاطعة وشمس ذكرياتك الساطعة ببلدتي يا رمز البهاء والرواء، صنعت من عظامي قلمي والحبر دمي ودمعي والأسطر مطرقة على كوفيتي سوداء، حزنت فجأة وأدمعت، أحق الرحل الكاسر والتقى؟ لا، لن أصدقها ولن أكذبها، فالشهداء عند ربهم أحياء، فوالله لو وقف الموت لحظة ليخبرني لقلت له: خذني واترك أطهر الزعماء، قتلوا القائد ونصبوا الكمائن لموطني، فالعربان غربان شؤما بكل صبح ومساء، ذبحوا الكرامة العربية وأطعموها لفم أمريكي، وسيف الأجداد اغتيل في خيمة وغداء، زجوا وزفوا الوطن فريسة للعهر اليهودي، وشاركوا بالحصار أكثر من الأعداء. اليوم ذكراك ياسر يا وجه الصباح وزعيم أمتي، فكم نفتقد الزعامة في عصر المراء والجبناء. كانت المدرسة العرفاتية إلا إحدى وأهم هذه المؤسسات واللبنات التي تنتهج دستوراً ومنهاجاً تربوياً وطنياً. نلتقي في هذا اليوم ضمن أنشطة وفعاليات وسياسة وزارة التربية والتعليم في وتحديداً مديرية التربية والتعليم في طول كرم لإحياء العديد من المناسبات الوطنية التي زخر بها شهر تشرين الثاني، وأبرز هذه المناسبات والأنشطة هي منها ما هو سار ومنها ما هو مؤلم لهذا الشعب العظيم، ابتداء من وعد بلفور واستشهاد الرئيس المؤسس أبو عمار رحمه الله، بالإضافة بالمقابل هناك مناسبة لإعلان وثيقة استقلال دولة فلسطين، فهذه الأنشطة تعتبر من الأهداف القيمية والاتجاهات التي تسعى لها وزارة التربية والتعليم لتعزيزها وترسيخها في لدى أبنائنا الطلبة، وفعلا ما تم ترجمته في هذا اليوم ضمن النشاط الذي نفذته مدرسة عزبة شوفة الأساسية المختلطة، وهو كان بعنوان اليوم الوطني، والذي يتضمن العديد من هذه الأنشطة التي تغطي المناسبات التي ذكرتها. ضمن فعاليات أسبوع الوفاء والاستقلال تقيم مدرستنا مدرسة عزبة شوفة الأساسية المختلطة يوما وطنيا نحيي فيه كافة المناسبات الوطنية التي يزخر بها شهر تشرين الثاني، وعلى رأس هذه المناسبات ومقدماتها لاستشهاد الرئيس الرمز ياسر عرفات، وذلك ترسيخا لهذه الذكرى الخالدة في نفوس أبنائنا الطلبة. كذلك نقيم زاوية معرضا يتناول فيه بعض المقولات الشهيرة والمحطات الهامة من حياة الرئيس الراحل أبي عمار، وهذه المقولات أيضا التي أصبحت من الثوابت الوطنية التي نعتز بها ونحافظ عليها.